مع تطور الحياة وإقبال المزيد من الفتيات على الدراسة والعمل بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، ارتفعت سن الزواج لدى الشباب والفتيات، وازدادت في بعض الحالات ظاهرة ما يسمى بالعنوسة، إلا أن شبح هذه الكلمة يطارد المرأة للرجل ويضعها في وضع اجتماعي يضج بالضغوط والتعليقات. فكيف على المرأة التعاطي مع الموضوع؟ للإجابة تنضم إلينا من جدة استشارية الأسرة الدكتورة زهرة المعبي. صباح الخير دكتورة زهرة. في البداية أنا بدي أعرف إيش رأيك أنت في كلمة عانس، يعني اللي ما تتزوج نسميها عانس؟ والله هذه كلمة مؤلمة، والمفروض ما تتسمى عانسة، المفروض تتسمى آنسة. أيوة، كونها ما أتزوجت. أيوة، فهي آنسة. والغريب أنه اللي لم يتزوج لا بيقولوا له عانس ولا آنس ولا سيد ولا ما. أيوة نفسه. أيوة بيصير عادي، رجال ما يعيبوا شيء. مش سمعتنا الدكتورة شكرا. لا، هو عامة المجتمع ينظر إلى المرأة، إلى المرأة ككل، يعني سواء كانت مطلقة، ما هي متزوجة، أرملة، ثيب، إيش ما كانت من الأمور، فهو ينزعج إنها المرأة تخرج من تحت مظلته، من تحت عباءته. طيب، فيبغاها دائما تحت كنفه. طيب دكتورة، خلينا هون نبدأ نفصل يعني بعض الأمور، إنه في الواقع إنه كثير من المفردات المتوارثة اجتماعيا في مجتمعاتنا العربية، من جعل أو من زاد من قساوتها هو رضوخ أو استسلام المقصود فيها كالمرأة بهالحالة لها، يعني مثلا لما صاروا الناس يقولوا عانس أصبحت المرأة تخشى هذه الكلمة أو الفتاة بالأحرى وتخاف منها، لدرجة أنه ترسخت الكلمة. لكن لو قاومت وشعرت أنه الكلمة غير مسيئة لما كان للكلمة أي معنى. راح الصوت يا محمد، لكن أنا عارفة أنت إيش تقصد. خسارة كل هاللي حكيته، راح الصوت. راح الصوت. أيه. طيب بعيد باختصار بسرعة، بقول إنه في كلمات أنا ممكن أجاوب. أخذت أنا لقطت أول السؤال. هو في آنسات أو عوانس بمعنى عايشين حياتهم وسعيدات ومبسوطين ومكيفين وسعداء جدا جدا، وعاملين جروبات مع بعضهم، بيسافروا بيروحوا بيجوا بيطلعوا بينزلوا ومتكيفات في حياتهم، وبالعكس ينزعجوا لو احد جاب لهم سيره الزواج او الارتباط برجل من الرجال. ايوه. طيب دكتوره، بس يعني كيف الفتاه في هذه الحاله او الانسه في هذه الحاله تتعامل؟ يعني تلاقيها في البدايه الناس يدعوا لها طول الوقت تتزوج، بعدين يصيروا يدعوا لها بس في نظره حزن، بعدين خلاص بس تفضل نظره الحزن، خلاص انه ما في امل، فالواحد كيف يتعامل مع هذه الاشياء، مع هذه الضغوط يعني؟ نظرة حزن ايه وكلام فاضي إيه؟ احنا هذه ثقافة مجتمع، احنا اللي بنعملها لنفسنا واحنا اللي بنفرضها على نفسنا. اما انا بقول لك ترى الكثير من الانسات او العوانس اللي موجودين في البلد، سواء كان في السعودية او في دول الخليج او دول العربية، ترى سعيدات في حياتهم. ايوه. طب ايش تقول لهم مثلا يا دكتورة؟ ايش ترد عليهم؟ ايش ترد عليهم؟ ايش تقول لهم مثلا؟ تعيش تقول لهم انا عايشة حياتي، انا أيوة. عايشة حياتي وانا سعيدة، وانا هذه حياتي وانا مكيفه معاها ومبسوطه فيها. واللي يدل على ذلك انهم يعني عاملين زي ما قلت لك جروبات، بيسافروا سوا، بيروحوا بيجوا، وعايشين حياتهم في داخل اسرهم، يعني متكيفين تكيف اجتماعي رهيب في منتهى الجمال. ايوه. هو يمكن جوابك هذا تحديدا هو كان جواب على السؤال اللي انا كنت طارحه لكن ما سمعتيه بالضبط، اللي هو انه بقول انه في انه في كلمات، في كلمات نحن الناس هم اللي اعطوها هذه الكلمه لانه الناس استسلموا إلها، يعني لو المراه او الفتاه تحدثت هالكلمه وقالت نعم انا مش متزوجه ومبسوطه بحالي، لما اصبح لكلمه عانس اي معنى. بالضبط، هو لازم احنا نحاربها من الداخل. كل انسانه من داخلها تكون متكيفه ومبسوطه وسعيده على انها في حياتها حياه يعني مبسوطه. أيوة. واضيف الى ذلك انه في بعض من البنات وصلوا الى سن العنوسيه بس رغما عن انفهم، احيانا قد يكون اب معضل مثلا العائلة او ايوه، او انها ما تتزوج الا ولد عمها او أيوة. ولد خالها او عندها ارث كبير وخايفين اهلها يزوجوها،
تقوم تروح الورثة للرجال الأجنبي. أيوة. هذه فعلا يعني اللي هي تكون منزعجة من حياتها بدون زوج. أيوة. ومنزعجة انزعاج حقيقي يعني. طب دكتورة إيش رأيك في الكلام اللي بيقول المفروض نوقف إيش؟ تفضلي. ايوه لا كنت بدي اسالك نوقف ايش معاها. طبعا لازم الواحد يوقف مع هذه الحالات، اكيد هذه حالات انسانيه، بس انه بدي اسالك ايش رايك في الناس اللي بيربطوا بين العنوسه وبين تعليم المراه وانها صارت بتشتغل؟ يقول لك زمان ما كان في هذه الحالات، الان البنات صاروا متعلمات وبيشتغلوا ما عاد يعجبهم العجب. صار في شبه عند الرجال انهم ما يبغوا يرتبطوا بالمراه المتعلمه وما يبغوا يرتبطوا بالمراه الموظفه اللي عندها دخل، يقول لك هذه مبسوطه وعندها راتب وشهادتها كبيره وانا فين اجي جنبها وبلاشي انا اورط نفسي مع واحده زيها عقلها كبير ووضعها كبير وبعدين شخصيتها قويه علي فانا راح اضيع جنبها. ايوه فهو شبح الخوف من الرجال انهم يرتبطوا بالفتيات او بالانسات اللي هم يوصلوا الى مرحله معينه. أيوة. من السن ومركز كبير من بس البنات بيرضخوا لهذا الخوف الاجتماعية. يا دكتور البنات بيرضخوا، يعني تلاقيها تقول لك لا ما حادرس طب بعدين مين يتجوزني، لا ما حاسوي كده بعدين مين يتزوجني. والله بيطرقوا ابواب الطب وبيطرقوا ابواب كل العمل وبيطرقوا ابواب جميع الابواب وما شاء الله تبارك الله وعايشين حياتهم، ما عدا قلت لك اللي هم مجبرين على انهم يعيشوا حياتهم بدون ازواج، اما هدول المتعلمات ما ينخاف عليهم. ايوه طيب دكتوره، هو اصلا من الاساس يعني كلمه هذه عانس، يعني مين اللي حدد انه باي عمر يبدا تطبيقها يعني وترديدها على الألسن؟ يعني هناك مجتمعات جدا محافظة اللي بتصير 24 25 سنة بيعتبروها انه خلص صارت عانس، بين قوسين لاني انا ضد هذه الكلمة اساسا. ما في سن محدد للعنوسة، ما في، لا يوجد سن محدد للعنوسة لا للرجل ولا للمرأة، وهذه حياة شخصية، كل انسان يعني يعيش حياته بظروفه بواقعيته وبإنسانيته، ما أحد يتدخل فيه. هذه حياتي أنا، هذه شخصيتي أنا، هذه حدودي أنا، ما أحد يتدخل فيها. ما يتحدد إيش السن المحدد هذا، ما هم كلهم الناس بيعيشوا حياة سعداء، وبعدين ما كان في هذا يعني هذه ثقافة مجتمع، ثقافة يعني أنت يا دكتورة بتقولي إنه السعادة مش مرتبطة بالرجل؟ لا ما هي مرتبطة بالرجل. سعادة المرأة ما هي مرتبطة بالرجل، لأنه الرجل إحنا في ظل في ظل حياة الرجولة، وعندنا أنا عارفة أنت إيش تقصدي يا سارة. لا أنا بسأل سؤال بريء. عارفاكي. لا حتى لكن الرجل هو يبغى المرأة تكون خاضعة له. هذه هي المشكلة، إنه المرأة غلبانة، يعني هي تبغى، هو الرجل هو اللي يبغى يخدع المرأة له، يبغاها تحت عباءته، سواء كان يعني فكرك هي بس العانس اللي مظلومة، العانس والأرملة والمطلقة، كلهم مظلومين داخل المجتمع عندنا، وبيتحاربوا، وإلا يبغوهم إلا يكونوا في كنف رجال، يعني حتى داخل الأسرة، داخل العوائل، يقول لك لا الله يستر عليها، يعني هي كانت ماشية كاشفة. أيوة. الله يستر عليها. ايش صدقتي والله يا دكتوره صدقتي. شكرا لوجودك معنا من جده استشاريه الاسره الدكتوره زهره المعبي، شكرا.